الفيديو ده للاباء والامهات، الفيديو ده للاباء وللامهات. فلو انت ام يا ريت تسمع المعلومات اللي هتتقال في الفيديو ده، ولو انت اب برضه يا ريت تسمع الفيديو ان شاء الله. مش هطول عليك يعني. الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبسعاده. طبعا الفيديو النهارده معاكم للاباء والامهات، فكمل الفيديو للاخر لان ان شاء الله في معلومه ممكن تكون ايه يعني مش عندك، وان شاء الله هتفيدك ويكون مفهوم خاطئ انت ماشي بيه وبتربي بيه اولادك. اول شيء عشان تبقى انت واخد بالك او انت واخده بالك، الضرب في الاولاد مصيبه. يعني مد ايدك دي كده على ابنك او بنتك عشان تحقق الشيء اللي انت عايزه منهم، فدي نصيبه. ايه نصيبتها؟ نصيبتها دي عند ربنا سيئات. انت واعي او انت واعيه؟ دي عند ربنا سيئات، يعني اتكتبت عليك يا حلو سيئة، او اتكتبت عليك سيئة، يعني اتكتبت عليكم سيئات. الام اللي تضرب ابنها، تمد ايدها على ابنها، او الاب اللي يمد ايده دي على ابنه، فده بيرتكب نصيبة كبيرة. ما لو كانت بالعافية يا اخواتي يا احبابي، لو كان بالعافية كان سيدنا نوح وهو كان نبي عليه الصلاة والسلام كان شد ابنه كده بالعافيه وخلاه امن معاه بالعافيه. لا، في حاجه اسمها في القران حد الحريه يا جماعه، في حاجه اسمها في القران حدود للحريه. يعني انت ابنك له، هو انسان زيك، ابنك او بنتك انسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه زيك بالظبط وهيتحاسب زيك، هو ابنك في اختبارك في الارض. اما عند ربنا زيك زيه، عند ربنا سبحانه وتعالى في الاخر هو انت زيك، ابنك زيك بالظبط، هو انسان زيك وهيتحاسب على غلطاته. ايه الصح اللي انا اعمله؟ ما مديش ايدي، ما اضربش. لو ام بتضرب، لا صدقيني نصيحه من اخوكي، طبعا ليكم تاخدوا كلامي او مالكم براحتكم خالص، لكم كامل الحريه في اللي انا بقوله، ولكن نتائج الضرب للاولاد كبار او صغار ده سيئات يا جماعه، بيتسجل عليكم، بيتسجل عليكم. وممكن يعني في ناس ممكن بسبب ضربها في اولادها وبتعمل حاجه زي كده ومش واخده بالها، فممكن بعد في يوم في الايام الضرب ده من كتر التخزين في اي عضو في اعضاء جسمك قصاد اي شاكره من الشاكرات اللي انا شرحتها قبل كده عندي في القناه، تنضرب بكل بساطه، تخزن عندك. لان الحاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى مش هيسامحك فيها الا لما الشخص اللي قدامك يسامحك هو السيئات. الشخص اللي انت مدت ايدك عليه، ان كان ابنك ان كان اي حد بقى انت بتتعامل معاه، واستعملت ايدك دي عليه، فده عند ربنا كتب لك سيئات، مش هيسامحك عليه. بيات تستغفر بقى ربنا سبحانه وتعالى، يعني عملت المستحيل في موضوع الاستغفار ده مش هيحقق معاك نتائج، لانك انت مرتكب يعني حاجه من الكبائر وهي الضرب. خلينا بس في حته الاولاد، لان الموضوع ده منتشر جدا، وانا كنت قلت الفيديو ده قبل كده عندي على القناه بس ما اتشافش، بس بصراحه ما قلتش فيه التفاصيل الاكتر دي، فبوضحه لكم النهارده اهو. ضربك يا اختي، ضربك في ابنك سيئات وبيتخزن عليكي، وممكن مع كثرة الموضوع ده تجذب لنفسك مرض انت في غنى عنه. وكذلك انت يا اخويا، ابنك علمه ازاي؟ تدعيه بالحسنى، تدعيه بالاسلوب الكويس. بابا الشيء اللي انت عملته ده غلط، ما تعملوش تاني، الشيء اللي انت عملته ده غلط، تمام، ما تعملوش تاني. بنتي الشيء ده غلط، ما تعملهاش، ما تعمليش الحاجه دي تاني، تمام. ادي لاولادك الحريه بتاعتهم المطلقه. الحاجه الوحيده عشان بس ما حدش ايه يخش لي بتعليقات سلبيه ولا حاجه، الحاجه الوحيده المسموحه لك عند ربنا انك تتدخل مع ابنك لو لقيته بيأذي فئه من الناس، تتدخل ساعتها. هنا ده وهجيبه بقى بالعافيه، ده وهمنعه بكل قوتي، ابني او بنتي لما الاقيه بيفسد فئه من البشريه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. اما في التربيه العاديه امد ايدي عليه، لا 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 لا، انت الخسران او انت الخسرانه، انتوا اللي خسرانين يا جماعه. فالضرب ده سيئاته بيتسجل في الهاله بتاعتك. النهارده انا ضربت ابني بالكف، اتسجل عليا يا باشا. النهارده انا ضربت بنتي، اتسجل عليا. فده كلها عمليه تسجيل، لان هو اصلا سيئات. وزي ما قلت لكم من شويه، لو كانت بالعافيه كان اهو النبي اهو بقى، يعني المفروض العبره دي او القصه دي نعيش بيها لحد ما الدنيا تنتهي. كان سيدنا نوح يا جماعه، لسه قايل لكم من شويه، كان سيدنا نوح غصب ابنه او كان بعت ناس من اللي امنت معاه في السفينه
جابه بالعافيه. لكن هو دعاه يا ابني تعالى، ما رضيش، قال له ها شوف سآوي الى جبل يعصمني من الماء، براحتك، سابه. ده حتى سيدنا نوح لما اتكلم، لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى وشفق على ابنه وزعل على ابنه، ربنا عاتبه. فهي مش كده يا جماعه، الضرب في الاولاد ممنوع صدقني. لو انت شخص عايش بالموضوع ده والفيديو بتاع ده جه قدامك وشفته، وقف الموضوع ده فورا. لو انت برضو اخت وشفت والفيديو بتاع ده جه قدامك وشفتيه وبتضربي بنتك او ابنك عشان اشياء انتوا عايزينها في حياتكم يعملوها، هي مش بالعافيه، لان العقل، وخد المعلومه الخطيره دي، لان العقل ما بيستجيبش الا بمخاطبه العقل، يعني الكلمه المظبوطه. لو لا زي على سبيل المثال دلوقتي وانا بكلمك اهو في الفيديو، انت في كلام هيعجبك، ده اسمه العقل عندك استجاب، لقط المعلومه اللي بتتقال صح، وفي كلام مش هيعجبك وهكذا. فالعقل ما بيتخاطبش بالايد، لا، العقل بيتخاطب بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما هيش بالضرب. انتبهوا يا اخواتي، ضرب الاولاد خطر جامد جدا جدا، واستحاله، مستحيل الابن يطلع زي ما انت عايزه. ودايما ودايما وخدها قاعده اساسيه في حياتك، خدها قاعده اساسيه في حياتك. انت عايز ابنك يطلع على سبيل المثال دكتور، قول له حبيبي قدم له فوائد الدكتوراه الاول. انت لما تبقى دكتور هتبقى حاجه حلوه، تبدا تدي له، هو لسه طفل صغير مثلا او متوسط او اي شيء، ماشي، تدي له فوائد الشيء الجميل الاول. عايزه بنتك تطلع دكتوره، اديها فوائد الشيء اللي انا عايزاه الاول عشان تحبه، وبعد كده تبتدي عايز تجرب الكلام اللي بيتقالها. فهنا اسمها العقل بيخاطب العقل بالكلام المعقول، بقدم الفايده الاول وبعد كده هتحصل على النتيجه. بزرع الهدف في ايه؟ في ابني او بنتي، بزرع لهم الهدف قدامهم لبنتي او ابني، وبعد كده هتحصل عليه في يوم. مستحيل تلاقي من الانبياء او من الرسل كانوا بيمدوا ايدهم على اولادهم، لان الموضوع ده ممنوع. الموضوع ده ممنوع. في حاجه اسمها هو انسان وانا انسان، ابني صحيح بس ابني في الدنيا، في اختباري في الارض، في الاخره يا رب انا بلغته، انا كنت بقول له الغلط اللي كان بيعمله وانت علمتنا، بلغ وبالحسنى وبالاسلوب الكويس، وده تطبقه على ابنك وبنتك. بقولها ده الكلام اللي بقول لكم ده، والله مطبقه مع اولادي، والله الذي لا اله الا هو في الكون كله، الله سبحانه وتعالى، وديني اقسمتكم هو اللي هيحاسبني على القسم اللي طلع مني، ده انا مطبقه مع اولادي. عندي بسمله وعندي زينه وعندي اسلام اولادي. حبيبي انت مستقبل، بزرع له الهدف، بحط له الهدف الاول. هدفك ايه؟ نفسك تبقى ايه؟ طبعا هو طفل ما يعرفش، فانا بحط له، انا شايفك مثلا تبقى على سبيل المثال ظابط قد الدنيا، ابتدي اقول له الفوائد وتفيد الناس في يوم في الايام. بسمله بنتي انا عايزك تبقى دكتوره، دكتوره، ويبقى عندك افاده ورحله حلوه ورساله حلوه وتفيد الناس، وهكذا زينة بنتي، وهكذا احمد، وهم لسه اطفال، بس انا بزرع لهم الهدف. لازم، ده واجب عليا، ازرع الهدف لاولادي، ازرع الهدف واحمسهم ليه، اديهم كل يوم طاقه ليه، اديهم تحميس للهدف اللي انا عايزه، اللي انا نفسي اصلا اقف امام ربنا سبحانه وتعالى واقول له يا رب انا عملت اهو، اهو زي ما انت قلت، ايدي ما مدتهاش عليهم، وعلمتهم بالحسنى اللي انت قلت لنا عليها، وعلمتهم بالاسلوب الكويس اللي انت قلت لنا عليهم، وما تعدتش حريتهم، ما كبستش عليهم كده في حريتهم. انت رايح فين يا ابني؟ انت جاي منين يا بنتي؟ انت بتعمل ايه؟ طبعا ده مش في الغلط عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، لا، بس كل ما كبست على حريه ابنك وبنتك بتقتلهم، انت بتقتل النمو عنده. ممكن في يوم في الايام تبقى انت انسان لا بتعمل معاصي على سبيل المثال، ولا بتعمل ذنوب على سبيل المثال، ولا بتعمل اي شيء وحياتك ملخبطه، بس فيك الخصله، وواخد بايه؟ بحته انك بتضرب اولادك عشان خاطر ايه؟ لكن انت ما انتش عارف ان دي سيئات، والسيئات بعديها جذب الفقر، خلي بالك برضو، يعني السيئات بعديها جذب التعاسه وجذب الفقر وجذب كل اللي انت ما انتش عايزه في حياتك. فيا جماعه انتبهوا، انتوا في غنى عن كده، والله العظيم انتوا في غنى عن المشاكل دي كلها. والمشكله هنا انك ممكن في يوم في الايام من كتر ما في ناس واخده الجزئيه دي بحماسه قوي، يقول انت انا عايز اطلع واعلم واربي واعمل يا سلام يا اخويا، هي بالعافيه؟ هي بالايد؟ هي بالضرب؟ لا يا حبيب قلبي، ده بالعقل،
بالعقل، بالعقل، بالميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا عن جميع المخلوقات، بالعقل، المخاطبة بالعقل، زي ما احنا بنتكلم كده اصدق وانت شايفني بنتكلم كده بنخاطب بعضنا بالعقل، وبقول لك اهو ضربك في اولادك سيئات خطيرة ممكن في يوم في الايام تجذب لك مرض خطير، لان الضرب بيجي لك في اشد حتة في جسمك، زي ما وجعت هتتوجع، انتبه او انتبهي، زي هو طفل اهو مش وابني يا عم، يا عم ابني يا عم انا هضرب، لا يا حبيب قلبي ده انسان، ده انسان، زي ما قال اي ووجعته وتعبته اكيد في يوم في الايام انت هتتوجع وهتتعب، لان هي معادله عند ربنا يا حبيب قلبي، ابنك بس اللي خلقه اعطيله حريه زي ما اعطيلك، انسان زي ما انت انسان، بشر زي ما انت بشر، فانتبهوا يا جماعه الموضوع ده خطير جدا صدقوني، وقفوا لو انت انسان فيك العاده دي وقفها فورا، وخاطب ابنك بالشيء اللي انت عايزه، عايزه كويس؟ عايزه دكتور؟ قول له على الفوائد الاول قدمها له حفزها له، عايزه مهندس؟ قول له على الفوائد الاول حفزها له، عايزه ظابط؟ قول له على الفوائد الاول حفزها له، وهكذا في البنت، وهكذا انت برضه، فانتبهوا الموضوع ده خطير، يا رب يكون الفيديو فيه افاده ليكم ويا رب يوفقكم في حياتكم، انتبهوا يا جماعه من الموضوع ده، الموضوع ده خطير جدا، عشان كده طلعت اقول لكم عليه النهارده في فيديو، كلكم اخواتي واحبكم في الله، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.